طب خلينا نروح بقى لملف الزمالك شوية. طبعا ودايما بداية الدوري معانا بتكون مهمة جدا، يعني احنا السيزون اللي فات كسبنا المقاولين، وبعد كده اتعادلنا مع بيراميدز، بعد كده كسبنا 5 ماتشات ورا بعض. دايما البداية بتكون مهمة جدا ومؤثرة في بقية المشوار. شايف البداية النهاردة امام انبي ازاي؟ ماتش ام بي دايما ماتشات الرخمه اللي دايما بيبقى فيه صعوبه ان انت تخلص فيها بسهوله، بس احنا النهارده بدا احنا داخلين الموسم من المرات اللي احنا بنخش واحنا ابطال الدوري. احنا لازم نوصل رساله، دايما البدايات مهمه جدا في ان انت بتوصل رساله لكل الناس. انا يا جماعه راجل اولا بطل الدوري حامل اللقب، ثانيا مش بس ما اكتفيتش ببطوله وهريح عليها، لا انا النهارده نازل من اول ماتش، ماتشاتي كلها ماتشات كؤوس، هكسب كل الماتشات عشان خاطر في النهايه ابقى بنافس على لقب الدوري. مهم جدا كمان ان انت علشان الجوله الثالثه، احنا عندنا ماتش القمه في الجوله الثالثه، فتقول طب ايه علاقه اول ماتش بالجوله الثالثه؟ لازم نكسب انبي ولازم تكسب الجيش عشان تخش ماتش الجوله الثالثه وانت عندك 6 نقط. لان انت لما تبقى عندك 6 نقط وارد، او يعني هنقول ان احتمال كبير انه المنافس بتاعك يبقى عنده 6 نقط برضه، فتخش بالظبط. الماتش وانت هيد تو هيد او راس براس، ان احنا لو كسبنا نفرض سيطرتنا بدري بدري على بالظبط. الدوري. انما في حاله لا قدر الله وقعنا في ماتش تعادل او هزيمه، هتبقى انت حتى داخل الماتش مهزوز، وداخل الماتش ان انت عايز بقيت انت اللي بتجري ورا المنافس، مش المنافس اللي يعني بقى المنافس هو اللي سابق بخطوه. صح. فطبعا ده احنا مش عايزين ده يحصل، احنا عايزين من اول ماتش يا جماعه، واكيد كارتيرون طبعا مخلي باله من النقطه دي، من اول ماتش اول ماتشين تحديدا امبي بعدين الجيش، ماتشات رخمه بس لازم ان احنا نخلص فيهم ونحسم نوصل لماتش القمه ان شاء الله. احنا عندنا 6 نقفل باذن الله قبل التوقف الدولي، واحنا معانا 9 نقط متصدرين الدوري. دي هتبقى رساله قويه جدا ان انت كراجل حامل اللقب مش هتفرط في اللقب، لا بالعكس بالظبط. انا بنافس وبنافس في كل البطولات. هي فمهم شايفه جدا فعلا ان احنا نضغط في الاول، وان احنا نضغط على نفسنا، وان احنا نحاول نجمع اكبر عدد من النقاط في الاول. دي حاجه مهمه جدا عشان ما نجيش في الاخر ونزنق نفسنا، واكيد ده بيكون ليه تأثير سلبي جدا على اللعيبه.